أنور يا جماعة، أنور الليبي، أنور القذافي. أنور القذافي سوف نعطيكم من كل قبيلة رجل، وهذا هو الرجل حبيبي محمد أبو جلال. من الآخر حبيبي، ما فيش غيره حبيبي حبيبي. وأنا بقول الكلام ده من قلبي، محمد أبو جلال الله يخليك، ملك الطريق، ملك شوارع القاهرة وضواحيها. ما تقول ليش المنوفية، اسكندرية، الزقازيق، كله انت راجل حصان. عجبتك مصر؟ دم الدنيا يا راجل. أكيد طبعا، كفاية أنه مسكولة في القرآن الكريم. ونعم بالله الحمد لله. وكفاية انه انا قابلت اطيب شخص وغير الله يخليك يا رب نظرتي في المصريين. معقولة؟ ما تحكموش يا جماعة على الشعب المصري ما لم تلاقوا شخص نظيف. انا بتكلم بحق، انا انور عادل، انور اخويا محمد ابو جلال. الله يهديك، ربنا يخليه الجلال ويحفظه الله يهديك الصحة، الله يديك الصحة رب، حتى يستغيث. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ده كده شارع العشرين ده. ايوه. بس ايه رأيك في الدنيا هنا؟ زحمة موت. ها؟ مفيش كده، اسكندرية رواق خالص. اسكندرية بتتزحم لنفسك، ستة سبعة تمانية، تيجي أول تسعة متلاقيش حد، كله بيطفش. بس اسكندرية جميلة، البحر والساحلية رخيصة، والأكل فيها رخيص، والسكن فيها رخيص، كل شيء رخيص. لا والله زي هنا. والله هنا عشان الجيزة غالية شوية. هي القاهرة عموما كلها غالية، بس هنا أكتر. غالية يعني المرج الجديدة، بدر، كله غالي. قديمة انها مناطق جديدة وما فيهاش يعني سكان جديد، برضو غالية. انما انت قاعد في اسكندرية؟ انت منين اصلا؟ يمني؟ لا، ليبي. ليبي؟ ليبي، ومامتي مصرية سودانية. ايه رأيك بالقول؟ ده اعتبار ليبي. ثلاث دول؟ ثلاث دول، خطة وخلاط واحد. بقالك قد ايه في مصر؟ 2011. من ساعة ما القذافي راح كل شيء راح معاه. ده حقيقي. انا قلت خبطت العربية دلوقتي. الحمد لله. والله انا خفت هو ده ما يجرالوش حاجة. انت اللي ده حقيقي. بعدين دول كلهم خلي بالك مبشمين. ايه ده انت معقول انت مدادع المنطقة ولا ايه؟ انا بقول لك من 2011، انا ليا 14 سنة. بس 14 سنة في اسكندرية مش هنا ولا هنا؟ كنت قاعد هنا في مصر الجديدة. بعد كده عزلت رحت اسكندرية. طب ايه بسبب الزحمة، بسبب كده. ده مصر الجديدة جميلة حتى يعني. الجيزة جميلة بس زحمة. بس زحمة مصر الجديدة. مصر الجديدة جميلة خالص. طب ايه اللي مشاك مصر الجديدة؟ ايه اللي مشاك مصر الجديدة؟ والله الأشياء اللي قاعدين فيها أجرناها ورحنا أجرنا أرخص هناك نسبة للظروف الاقتصادية وكده. الحمد لله ماشي. الحمد لله. بس مش مصر تعتبر أرخص من 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 ليبيا؟ أرخص من أرخص من دول كتير أوي. أرخص من السودان حتى. أرخص من السودان؟ من السودان حتى. يا راجل ده السودان زي ما بقول ده ال 20,000 عاملين 1000 جنيه مصري. طب أرخص من السودان إزاي؟ كم؟ ال 20,000 سوداني عاملين 1000 جنيه مصري. ارخص ازاي؟ ده بالعكس، ده المفروض هم نازله في حوته هنا. ال 6000 و200 بيعمل 120,000 مصري، 120,000 سوداني. ال 6200 بتاعي 120,000 سوداني. كتير جدا. دي تلاقي لك شقه معفنه وخرابه، وزي هنا ممكن تلاقي شقه بالمبلغ ده حتى لو في فيصل هنا حاجه واو طبعا. عالمين اسكندريه هتلاقي ب 4.5 ونضيف. 4.5؟ اه والله. وكمان في الشتاء لما يجي 3.5 3. اسكندريه ما بتغلاش الا في الصيف. عشان السياحه. عشان اللي يجي عايز يصيف وعايز. بس الاسعار ثابته. فين؟
في اسكندريه في القاهره في اي دنيا. الاسعار ثابته، الاسعار كده كده ثابته، بس الايجارات هنا غاليه جدا خالص. ما هي عاليه ليه؟ عشان خاطر يعني امبابا بقول لك الدكرور ده اجواء معفنه 7-8 مفروش ولا فاضيه؟ مفروش، خلي بالك مفروش فرش حلو يعني يستاهل. لا اللي في اسكندريه ولا هنا؟ اللي هنا لا زباله. معقوله؟ والله زي ما بقول لك، بس الاسعار كده نار النار. انت بتشوف في جهاز هنا ال ام ولا دي؟ كاردي ال ام دي اربعينيه حلوه. وعلى فكره نفسي ال ام، نفسي بس عرفني بقى ايه الاختلاف اللي حصل من 2011 لغايه دلوقتي؟ يعني انت قاعد من 2011 هنا؟ لغايه 23 اهو، يعني 14 سنه. انا كنت بنزل كمان دايما. بنيجي بنيجي بالساحل، بنيجي من مرسى مطروح. السلوم، تمرق السلوم الحدود ما بين مصر وليبيا. عارف حدود السلوم الجميله. الدولار كان في ليبيا الدينار الليبي زمن القذافي كان بخمسة جنيه هنا مصر، سبعة دولار. دلوقتي خمسة دينار تعمل لها دولار. اتعكست ازاي؟ خمسة دينار دلوقتي خمسة دينار تعمل دولار، دولار واحد. في زمن القذافي الدينار يعمل سبعة دولار. اوه شفت الفشخ؟ هنا عندكم ساعة ما سجل والله انا بحترم الراجل بابا حسني، بنقول له بابا حسني الله يرحمه، الليبية كلهم بيقولوا حسني مبارك بابا حسني احتراما لي. كان راجل محترم بصراحة يا راجل، كفاية انه رجع طابة للسيادة المصرية، ده رجع لكم خليه يسرق الجيزة كلها، ده رجع أرض محتلة من اليهود. الخرة اللي دلوقتي عم بيعمل ايه؟ في 2010 سبع سندوتشات جدا معاهم طبق طرش وطبق جرجير، والله ب 10 جنيه، والله زي ما بقول لك ب 10 جنيه. طبق كبدة؟ سبع سندوتشات كبدة، سبع سندوتشات كبدة معاهم طبق طرش وطبق جرجير ب 10 جنيه. ايوه صباح قرش الحشيش، صباح البسكوت اللي دلوقتي كله كتامين. ايه عامل له لما زاد من 50 راح لل 60 غلي. إيه؟ والناس احتجت على كده. ايه وسجاره سجاره ما فيش منها اثنين، مصر كلها الصمت فيها عالي. دي خناقه دي شكلها. والله اسكندريه ما فيش كلام زي ده، والله ناس رايقه ومحترمه، وهذا انا مش بقول هنا مشاكل موجوده في كل حته، لكن ناس رايقه. انا انصحك وقف الكيلومتر، خليك مع ده حلو على السد. انا نفسي ابطل السجاير خالص اصلا. ايه تاني من الاختلافات اللي انت شايفها اللي هي الاكل والشرب كله غلي هنا؟ هو كله غلي في العالم كله على فكره، كله ماشي. طيب ارجع لك سنه لورا، سنه واحده انا 22 السنه اللي فاتت ماشي، الاسعار الضعفين. السجاير كانت بكام؟ المروره ب 40، ايه ال ام 35 36 33 معلش 33 بيبيعوها ب 35 ماشي. كيلومترا 21-22 سنة. دلوقتي يقول لك ما فيش، ب 75 السكر كان ب 17 جنيه دلوقتي 50 و52 جنيه. طب العدس الرز، طب انت لما انت سايح او بتيجي تقعد في مصر، انا مش سايح باعتبار انت اعتبرت مش سايح اعتبار انت مقيم في مصر. مقيم بس انت المفروض يعني ايه انت بتشتغل في مصر؟ في اسكندريه فاتحين لي محل بلاي ستيشن. حلو مشي
ماشي الحال مع الظروف الصعبة. الحمد لله، نقول الحمد لله برضو أحسن من غيرنا. بس بس أنا سمعت دلوقتي إن ليبيا بقت أحسن من الأول. لا، أسوأ من الأول. أسوأ من الأول يا راجل، يجيبوا لك شوال شوال اسمه ايه؟ مكرونة. شوال مكرونة رغيف، رغيف قد كده كله بتاخده من الزيت عندكم الجمعيات التعاونية فرن. اللي بتروح له بالكت هنا ولا هناك؟ هنا عندكم، مش عندكم مجمع استهلاكي المصريين بطاطا التموين. ايوه بطاطا التموين، تاخد بيها زيت وسكر ومكرونة. عندنا مش بفلوس، ببلاش السكر عندنا من غير فلوس. السودانيين كانوا بيعملوا ايه؟ بيشيلوا سكر القذافي، كان بيجيب سكر درجه اولى، سكر مربعات ما تلاقيهوش الا في الفنادق المكعبات ده. انا عارفه ده سكر، ما في مش سكر بنجر دلوقتي. دلوقتي سكر بنجر مش سكر قصب. لا لا، سكر بنجر صحيح. لا، وفي سكر قصب برضه. لا مش هتلاقيه. ليه مش هتلاقيه؟ مفيش مفيش. انت مجرب يعني؟ انت بوصل السكر بس. ايه الشاي كله رخيص، كل حاجة غالية بصراحة، كل حاجة غالية واسعارها زادت فعلا. بس انا الواحد بيقول ايه، هي زادت على العالم كله، ما زادتش على مصر بس، يعني العالم كله الاسعار فيها غالية. امريكا، امريكا هي فشخة، فشخة العرب والخلايجة فشخيننا مع 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 الامريكان بصراحة. بلاش كلام في السياسة. معلش يعني ما كلام في السياسة، هي دي امريكا وسياستها، العالم كله عارف كده. ايه يعني انا مش بتكلم، انا ما قلتش النظام مش حلو ولا وحش ولا ايه، بس انت بتتكلم ان السبب في الازمه ديت ان امريكا، امريكا الضغط واللي بيحصل، ضغط علينا واحنا مش عارفين اللي بيحصل في غزه مقصود منه مصر، واللي حصل في السودان مقصود منه مصر. ازاي ازاي تفتكر سد النهضه بتاع اثيوبيا كانت عمل حسني مبارك موجود؟ لا طبعا، عمل ليه بعد حسني مبارك ما راح والقذافي راح؟ والمشاكل حصلت في السودان ليه؟ هم حاصروا مصر من كل، ومصر ربنا حافظها ونعم بالله، ربنا حافظها، دي حاجة خلي بالك فيها ونعم بالله. اذكروا مصر ان شاء الله آمنين فيها. الحمد لله، اذكروا في القرآن كفاية. صحيح، الحمد لله، كلوا من بصلها وعدسها. والله دلوقتي البصل والعدس ما فيش حد يقدر يشتريه. يا عم انت بتسود الدنيا ليه؟ انا بقول لك ايه، والله انا شايف يعني كنا فين وبقينا فين. احنا كنا في حته تانية خالص. بس برضو يعني هي المفروض كده كده في مصر الاسعار كانت هتزيد كل سنه، المفروض كانت حاجه في حاجه في حاجه في حاجه، بس هي دلوقتي زادت مره واحده. هي دلوقتي المشكله معانا انها زادت مره واحده. خلاص هم حاصروكم من كل الجهات، اليمن متوتر، السودان، ليبيا، سوريا، تاني فين؟ حدود مع مصر فين تاني؟ افريقيا. لا هي مع السودان وليبيا وعندك اليمن وعندك سوريا وتونس. تونس مش ما عندهاش حدود مع مصر، تونس حدودها مع ليبيا. مع ليبيا والجزائر والمغرب. لا انا مش فاهمك، معلش تاني. الحدود الدول المشتركه مجاوره مصر. السودان ليها حدود، ليها حدود مع مصر، ليبيا ليها حدود، تمام. اسمها ايه؟ الجزائر ليها حدود. لا ما عندهاش حدود، ما عندهاش حدود مع مصر. لا حدودها مع ليبيا تونس. ليبيا وتونس. ليبيا وتونس والمغرب. تاني عندك ايه؟ السودان. طب ليه العالم كله بيتعامل بالدولار ما بيتعاملش بال، زمان القذافي ما كانش بيتعامل بالدولار، علشان كده فشخوا القذافي وموتوه اشنع موته، والحمد لله مات شهيد الراجل. الراجل مات واقف يا راجل.
معقولة عشان هو ما كانش بيتعامل بالدولار؟ يعني هو والله كان بيتعامل باليورو. يا راجل انت طالب عايز تقرا في اي دولة اوروبية بيدفع لك 1782 يورو شهر للطالب جيلك السفارة دلوقتي ده تبني بيها تاخد بيها شقة قصاد. ما كانش ليبي محتاج. اه ما كانش محتاج بصراحة، ما كانش بيشتغل اصلا. انت بتقول ان زي الليبيين انصروا على القذافي بالظبط، هي مش كده، ده اللي حصل. حصل عندنا اعطلوا الاتصالات، وقفوا البث التلفزيوني، البث كان بيتبث من مصر. ليه؟ لانه القذافي حاسب حساب اليوم ده لما جاء، ومصر كانت متوتره يعني لسه ما هديتش. ايه وقفوا اللي هو ضم الاخوان، وقفوا ايه؟ وقفوا البث، ودلوقتي رجع حصل من مصر ويتبث من اسمها ايه؟ مدينة الانتاج الاعلامي. حصل. والقذافي لما قامت الثورة ومنعوا الليبيين يدخلوا مصر بقرار من حسني مبارك، وهو في انا مش هقول في السجن، هو كان في الإقامة الجبرية. الإقامة الجبرية. انا مش هقول سجن، الراجل اتظلم. وقالها سيشهد التاريخ ما لنا وما علينا. مقولة ثابتة، لو كتبتها في جوجل كتبت سعيش التاريخ ما لنا ما علينا هيجيب لك على طول حسني مبارك. حصل صحيح. انما انت كنت في الزيارة هنا في مصر؟ ايه؟ في الزيارة هنا في الجيزة لحد يعني؟ والله انا شنطي هنا عندي حد عند الشركة. بص بقى احنا داخلين شوارع جانبيه. الشوارع الزناقيق بتاعت فيصل بتاعت الجيزه. هو الشارع ده هيجيبنا ولا ارجع ولا ايه؟ مش عارف والله. بس احنا كده داخلين في زناقيق. طب تفتكر ان الوضع ممكن يتحسن؟ لا اسوأ اكتر. تعال السنة الجاية زي الوقت ده هتلاقي كيلو السكر بمية جنيه. لا يا رب. سيدنا محمد رسول الله. بس انا عايزك تتفائل تبقى احسن من كده، لان اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن باذن الله. بص هو نحن قريبين المفروض نرجع تقريبا. لا احنا قدام لسه. ماشي. انا سعيد اني قابلتك النهارده والله. حبيبي والله يا محمد. محمد ابو جلال. ابو جلال ربنا يعني شوارع مصر. يعني جمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. الله يخليك يا رب. ويزوك رزق الحلال ويعلي من أدرك. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أنا ازاي كده خمس شارع غلط ما اخش الشارع اللي بعديه. الشوارع الجانبية برضو بتاعت الجيزة دي جميلة، تحس ان هي فيها يعني بص الساعه 10 بالليل والناس سهرانه والعيال بتلعب بالعجل، وتحس ان الدنيا ايه؟ عمار يا مصر. والله عمار يا مصر. يلا يا عسل اعدليها العجله بس. طب اعدليها بس كده شديها. اه الحمد لله الحمد لله على السلامه. وبكده تكون انتهت حلقة النهارده.